جاله اكتئاب اظن، جاله اكتئاب شديد جدا يعني، وما ان بابا كان اخر واحد اتوقع ان هو يجي له، لانه كان شخصيه محبه للحياه جدا. هل الفنانه ناديه الجندي ليها دور في الحاله اللي اصابته في نهايه حياته؟ هو قال كده، هو قال كده مع مدام إيريس نظر. اه فطبعا فنان، هو تزوج منها؟ اه قعدوا 12 سنه مع بعض. تزوج من ناديه الجندي 12 سنه. انجب منها؟ طبعا اخويا هشام. طب ايه كانت فين المشكله؟ ما فيش مشكله يعني، هم قعدوا مع بعض وبعدين خرج من الانفصال ده لا يملك شيء طبعا، لا بيت ولا عربيه ولا فلوس ولا ولا ولا, ولا اي حاجه. هو اللي قدم مدام ناديه الجندي؟ طبعا الناس عارفه كلها. فوالدتي هو كان دايما حتى ما يزعل مع مدى يجي عندنا في البيت يعني، ما حدش يساله يقول له انت زعلت ليه او في ايه. فلما بابا اخر مره زعل مش عايز يجي يعني، كسف من كل شويه ان هو يروح ويرجع يروح ويرجع. فوالدتي انا عرفته من بره، فامي قالت لي روح هات ابوك ما تسيبوش يتبهدل. فروحنا خدناه وجاء قعد عاش معانا في البيت، وربنا فتحها عليه.